راهو هنا ماهوش من المعقول واحد واحد مليار دينار جزائري راهي في التهيئة، يعني راح نقيس الحياة اليومية تاع المواطن مباشرة. ان واحد مليار دينار جزائري من سنة 23 راني في 24 مازال ما بديتش نستهلك فيه، ماهوش منطقي. لا اللي فوق نقول لكم احنا راح ندير مجهود، راح نوفر غلاف مالي للتهيئة العمرانية للتهيئة التحسين الحضري، بصح سيد المدير العام ولا سيد الوالي، لانه الاشكال راح يطرح عندكم سرعة اتخاذ القرار في اختيار المناطق اللي نستعمل فيها هذه الأغلفة المالية. عندكم في يدكم 4 أشهر، ما نستناش الشيء اللي صرا في 22 ما راحش نقبلوه في سنة في 23 ما نقدرش نستقبلوه في سنة 24. راح نوفر غلاف مالي، شوف 500 مليون دينار جزائري و600 مليون دينار جزائري توفر في سنة 24، لكن 4 أشهر سيد المدير العام تاع التهيئة 4 أشهر ولا على أكثر تقدير 5 أشهر ما كانش يعني الأمور التعاقدية لي كونترا تاع المؤسسات فوريتيري لارجون دو لا ولاية. كيما عطيتنا 23 عطينا 24. ما نعطيكش 24 لأنه ما خدمتش في 23. كي تزيد الديماري اسمح لي كي تنطلق في 500 مليون ولا 600 مليون دينار جزائري تزيد لحق لك شيء اخر في 24. بصح 100 مليار في التحسين الحضري راه مبلغ ضخم. في سنه 23 الامر يعني الفولي تاع التحسين الحضري راه قاس غير الولايات الجديد، كل الولايات ما استفدوش، ودرنا يعني اولويه للولايات الجدد. واذا به نشوف انه ما مشيناش يعني ما زلنا في لابارتي كونتراكتويال عام 12 شهر ماهوش منطقي. يا ودي النقص ماهوش النقص راهو يا سيد النايف النقص راهو في طريقه العمل تاعنا ماهوش في الاغلفه الماليه. النقص راهو في اتخاذ القرار ماهوش في الاغلفه الماليه. ان شاء الله ما تكررش. ان شاء الله ماذا بينا. فهمت الفكره. سيد بيير مون اخر اي جو مونغاج ان شاء الله نخرج باش نكونسوم هذا افون لي سي مون اي جو مونغاج جو بريفير. خلاص. جو مونغاج يا ما كانش اشكاليه. زيد تفضل سيد الله.